بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي مع حلقة جديدة من حلقات مادة اللغة العربية وفرع جديد من فروع اللغة ألا هو فرع النحو. طبعا الشباب كتير مننا بيبقى بيسأل وبيبقى خايف جدا من النحو. النهاردة إن شاء الله هنقدم لكم طريقة بسيطة، عايزين كده نتعلم مع بعض. النهاردة الدرس بتاعنا بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن جزم الفعل المضارع. طيب يعني ده درس انت درسته قبل كده اسمه جزم الفعل ايه؟ المضارع. طيب اول حاجه بيقول لي ايه؟ بيقول لي جزم الفعل المضارع يكون بأداة جزم واحده. يعني ايه اداه جزم واحده؟ يعني هي اداه واحده اللي بتجزم الفعل. يعني اقول المعادله بتاعتي بتقول اداه زائد فعل مضارع مجزوم، يعني أداة واحدة بتقول لي أداة اللي هي اللي احنا هناخدها أربع أدوات زائد فعل مضارع مجزوم. في عندي بقى أسلوب كمان اسمه أسلوب الشرط. أسلوب الشرط بيجزم فعلين، يعني أسلوب الشرط عندي بيجزم فعل وفعل، ندرسه بعد شوية. فعل وعندي فعل تاني. طيب وفي جواب الطلب، ده موضوعنا الجديد النهارده. طيب خليك معايا كده، بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا الاداه اللي بتجزم فعل واحد، يلا معايا كده درسناه قبل كده. هنقول اول حاجه لما اقول لم يحضر الطالب. طيب بص كده في الفعل لم يحضر، يعني الطالب بالفعل ما حضرش، يبقى لم هنا تفيد إن في الماضي، يعني حاجة ما عملهاش قبل كده، إحنا درسناها قبل كده. يبقى أول حاجة أداة النفي عندي لم، دي اسمها حرف جزم. حرف الجزم ليه يا أستاذ؟ لأن الفعل اللي بعدها بيكون مجزوم. يبقى أول حاجة لازم تلاحظها يا شباب، أول حاجة تلاحظها إيه؟ إن لو عندي فعل، وده عنوان درسنا النهاردة، أهم حاجة لازم أشوف إيه اللي قبله. هل اللي قبله أداة نصب زي ما درسنا قبل كده ولا أداة جزم؟ يبقى أول حاجة أنا درستها النهاردة عندي أداة الجزم، عندي قلت إيه؟ قلت لم. ليه؟ لأن لم عندي أداة جزم بتجزم فعل واحد. طيب عندي أداة جزم تانية اسمها إيه يا شباب؟ اسمها لما. طيب إيه حكاية لما دي؟ طب ركز معايا بقى، عم أقول لك لم يحضر الطالب يبقى الطالب لم يحضرش، ولما يحضر المعلم. طب ايه الفرق بين المثال والمثال؟ اول حاجه ان لم دي بتفيد النفي في الماضي، يبقى في فرق بين لم وايه؟ وعندي لما. طيب ايه الفرق بقى بين لما ولم؟ انا ممكن اجي اقول لك ان لما هي بتفيد النفي والجزم، يعني حرف نفي وجزم، وتوقع الحدوث. يعني ايه توقع الحدوث؟ يعني الشيء ده مش هيحصل الا ما يحصل عند حدوث، وبيسمى حرف قلب، يعني نفي وجزم وقلب، يعني بيقلب. طيب اللي عندي بين ايه وايه؟ طب اداه الشرط هنا عم اقول طبعا النفي عندي ان النفي هنا في لما يعني بيدل على الحال، يعني حاجه بتحصل بشرط معين، يعني في عندي شرط، شرط الحدوث بتاعها. طيب يبقى اذا انا عندي فرق ما بين لم ولما. يبقى لو قلت لم يحضر زيد يبقى خلاص زيد لم يحضر زيد لما يحضر لما يحضر المعلم، يعني اذا زيد مش هيحضر مع وقت مين؟ او النفي معايا مع الوجود المعلم. طب لما هي دي في مشكله بقى، في عندي في لا ان هي ايه حكايه لا ان هي ديت؟ بعض الطلبه بتقول طبعا لان هي بيكون طلب. يعني ايه طلب يا شباب؟ يعني انا بنفي بطلب، يعني مثلا لا تلعب في الشارع. جميل قوي، لو قلت لا تلعب في الشارع يبقى واحد بيأمرك انك ما تلعبش في الشارع. بعض الطلاب للاسف بيحفظ ان يقول لك لا زائد تاء، يعني لان هي زائد التاء يبقى كده اسلوب نهي. خطا. قول الله تعالى لا يسخر قوم من قوم. أول ما تشوف التركيب ده لا يسخر قوم، هنا لا، هل بقى لا نافية ولا لا ناهية؟ هتقولي لا ناهية ليه؟ لأن فيها طلب فعل عدم الشيء، يعني لا يسخر عدم السخرية. فلو أنت قلت لي
معناها عدم السخرية، هقول لك يبقى دي لا إيه؟ لا نهي. يبقى دي تالت أداة عندي اسمها لا نهي. في لام الأمر، حكاية لام الأمر دي، لام الأمر بتبقى لام مكسورة، نركز مع بعض. لام الأمر يبقى لام إيه؟ مكسورة، لتكتب. واللي بعدها فعل مضارع مجزوم، يبقى اللام عندي لام الأمر هنربط بينها وبين مين؟ أنت درست قبل كده أنواع اللامات، فأنت خدت اللام، في عندي لام التوكيد بتبقى مع إن، ولام التعليل، ولام الجحود، وهنا النهارده احنا خدنا لام الأمر، ولام الأمر لازم أن تكون لام إيه؟ مكسورة. يبقى أنت خدت لام التوكيد ده بتكون مع مين؟ مع إن العلم لا ينفع، فأنت قلت لام التوكيد يبقى ده فعل مضارع إيه؟ مرفوع. طيب مهم جدا نعرف علامات الجزم. أول علامة من علامات الجزم حذف حرف الألف، ركز معايا. عم أقول لم يأتي أحد من الطلاب. طيب أول ما يجي لك فعل مضارع، طبعا أول حاجة هتشوف قبله أداة تتلولي أداة الجزم. أول ما يجي لك فعل مضارع جيب الفعل المضارع في حالة الرفع، هي أصلها يأتي، طيب آخره إيه الفعل ده؟ هتقول لي آخره حرف إيه يا شباب؟ حرف علة، اللي هو إيه؟ اللي هو الياء. جميل جدا. طيب لو أنا فعل المضارع مجزوم بحذف حرف العلة، يبقى أقول لم ي... طب يسعى، هتقول إيه؟ لم، أهو لم يسعى، هتقول لي كده أهو لم يسعى، وتضع حركة مناسبة اللي هي الفتحة. يدعو يبقى لم يدعو وعليها ضم عشان اخرها ايه؟ حرف العلة الواو. نيجي بقى للسكون، قال لك السكون بيبقى الفعل اخره فعل ايه؟ حرف صحيح، يبقى لم يكتب، ده مجزوم بالسكون، لكن ده مجزوم بحذف حرف العلة، يعني ده جزم هنا فرعي. طيب علامة فرعية، طيب كده معانا نفكر كده مع بعض، ايه الفرق بين العلامة الأصلية والفرعية؟ قال لك الفعل المضارع في حالة الرفع مرفوع بالضمة ومنصوب بالفتحة ومجزوم لأنه مش مجرور، ده مش اسم، ومجزوم بالسكون. أي حاجة غير دول هتبقى فرعية، يعني مرفوع بثبوت النون، ألف ونون واو ونون ياء ونون، يبقى ده علامة فرعية. منصوب ما فيش حذف حرف العلة، منصوب بإيه؟ هتقول لي منصوب بالفتحة، ده علامة أصلية سواء ظاهرة أو مقدرة. طب منصوب بحذف النون، هقول لك ده أيضا علامة فرعية. طب مجزوم بحذف حرف العلة يأتي، ده علامة فرعية. مجزوم بحذف النون علامة فرعية. تمام، نرجع بقى للسكون، نرجع للسكون، بنقول مع بعض السكون يا شباب. لما أقول لم يكتب فعل مضارع مجزوم بالسكون آخره حرف صحيح، طب لو آخره حرف صحيح واللي قبله حرف يعني كلمة ينال، عايز أجزمه بلام، فهقول هنا عدم التقاء ساكنين، عندي حرف علاء قبل الأخير بحشيله، بقول لم ينل. طيب هنا مجزوم بحذف حرف، لا بقول مجزوم بالسكون لأن ببص على الحرف الأخير. طيب في حتة كمان كده عايزك تركز فيها مع بعض وبنشوفها من الشواهد القرآنية، قول الله تعالى ولم أكو بغية، لم أكو، إيه لم أكو دي؟ أنت عندك لم أداة جزم فعلا، وإحنا قلنا في فرق بين لم ولما. طيب لم أكو هي أصلها إيه؟ ناخد كده مع بعض، أصلها أكون، أصلها إيه؟ أكون. طيب لو أنا هطبق هحذف الواو الحرف اللي قبل الأخير، وركز إن كلمة أكون الواو والنون ديت واو حرف يعني حرف أصل ثابت عندي في الكلمة، يعني مش واو زي ده، مش واو ضمير زي كلمة يلعبون. طيب يبقى أصلها أكن. طب أنت حذفت كمان النون، أنا مجزوم بحذف النون، أقول لك لا هي هنا النون حذفت للتخفيف فتتكتب لم أكو، يبقى ده مجزوم بإيه؟ هتقول لي ده مجزوم بإيه؟ بالسكون. صعبة كده؟ جميل قوي. طيب في عندي آخر حاجة حذف حرف لا، يعني الفعل لو آخره حرف من الضمير من الفعل ايه الخمسه، يعني اخر واو ونون، الف ونون، ياء ونون، يعني مثلا اقول يلعبون،
ركز ان يلعب وينفي عند واو ونون. وعايز اقول لم، هقول ايه نحذف بيه؟ هحذف النون، لم يلعبوا. طيب هنا هيبقى في كده عندي مثال عايزك تركز فيه بعدين هنتكلم فيه كده مع بعض، لكن انا عايزك تتأكد ان الفعل هنا مجزوم بحذف النون، ودي برضو علامة ايه؟ فرعية. لان ليه علامة فرعية؟ لان هنا مش من العلامات الاصلية اللي احنا قلنا عليها. يبقى العلامة الفرعية عندي حذف حرف العلة وعندي حذف النون لكن بالسكون، دي علامة ايه؟ اصلية. تمام؟ ده اول جزئية قلناها مع بعض. طيب نيجي كده لتدريب. حان وقت المغرب ويؤذن المؤذن. طيب انا سألتك سؤال، قلت لك حط لي أداة الأداة الأنسب، ما هي الأداة الأنسب؟ في قال لك لم لم تفيد النفي في الماضي، يعني حاجة لم تحدث فين؟ في الماضي. أولا ما تخش على الفعل الإيه؟ المضارع. هي زيها زي مين؟ زي لما، ده حرف نفي وجزم وقلب، وقلنا توقع الحدوث. يعني اذا هنا انا يعني ما بيشترطش في ايه الشرط في لم، لكن يصح ان انا اتكلم معه لما يتوقع ثبوت الايه النفي بخلاف لم. طيب ان انا هعمل ايه دلوقتي؟ هقول لك ان السؤال ده دخل لي لم، يعني هنا اداه نصب، لا دي أداة نفي. طيب حان وقت المغرب، طيب في شرط معاه توقع حدوث بحاجة معينة، لما يأذن المؤذن يعني يتوقع ان انا هقول ان النفي ده حصل او حصل الـ يعني شرط حدوث وقت المغرب بايه يا شباب؟ بان انا لازم المؤذن ايه؟ يؤذن. في الحالة دي هختار لم، الحالة دي هتختار ايه؟ لما مكان لم، لان لم تفيد الماضي، لكن لما حرف نفي وايه وجزم، هو بيجزم والفعل المضارع هنا هيكون مجزوم وعلامه جزمه السكون. طيب اصدقائي لم يشاركوني في هذا العمل، حدد علامه اعراب الفعل المضارع. وركز معايا في كلمه لم يشاركوني. طيب لم ده انا قلت لك عليها المثال ده محتاج جدا، يشاركون وبعد قال لك ني، يعني الفعل لو مرفوع هيكون يشاركونني. طيب واحد يقول لي ما في نون وياء اهوت، يبقى انا اقول ان الفعل ده في نون يعني في مرفوع بثبوت النون، بس اقول لك في قبله ده الجزم. طب امال مجزوم بايه اذا كان في نون وياء؟ هو الفعل اصلا اسمه يشاركونني، حذفنا النون وجبنا نون اسمها نون الوقاية تمنع الفعل من الكسر، فبقى اسمه يشاركوني. يعني هنا المجزوم مجزوم بايه؟ بحذف حرف النون. ليه مجزوم بحذف النون؟ اول حاجة الشرط المعادلة ان الفعل المضارع ده هو قبله اداة جزم اللي هو لم، ودي بتفيد الماضي. طيب لو جيت كلمتك في لم هيبقى فعل مضارع بعده مجزوم. طيب الفعل المضارع هنا هيكون مجزوم بايه؟ هتقول لي مجزوم بحذف النون لانه من الافعال الايه الخمسه. يبقى احنا اتكلمنا عن اداة الجزم اللي بتجزم فعل واحد، وقلنا هم اربعه، لم لما ولا لا شرط توقع الحدوث وبتختلف عن لم، وفي عندي لم ناهية مش أي لا، وفي عندي لام الأمر قلنا لام مقصورة اسمها لام الإيه؟ لام الأمر. طيب في عندي بقى أسلوب اسمه أسلوب الشرط. قال لك أسلوب الشرط ده في أدوات شرط غير جازمة وأدوات شرط جازمة اللي هي إذا ولو وكلما. طيب قال لك أداة الشرط إيه؟ أنا عايزك تحفظهم بطريقة كده معايا بشكل برسم توضيحي كده هعملهولك. 6 4 2
ستة بالدبل همزة وأربعة بالميم واثنين مختلفين. أول حرف عندي N أي، فأنا عندي كده كم حرف؟ ثلاث حروف هجمع منهم الكلمات اللي بعد كده. أين أعكسها أن، أينما أيان، خلاص. طب أربعة بالميم من، من، ما، مهما، متى. في بقى حيثما، كيفما. يبقى أنا كده عندي ستة أربعة اتنين. إن تفيد الربط بين فعل الشرط وجواب الشرط، من للعاقل، ما ومهما لغير العاقل، متى وأيان تفيد الزمان، أين وأينما وأن وحيثما تفيد المكان، وكيفما تفيد الحال. طب أي بقى إيه لعبة أي؟ أي لازم يجي بعدها اسم، شرط أساسي يجي بعدها اسم. لو من مع طبعا تفيد العاقل، أقول أي، أقول أي طالب يكتب يتفوق، قال لك أي طالب. تفيد غير العاقل أي كتاب تتعلم منه أو تقرأه تستفيد به، أي كتاب ده غير عاقل. أي وقت تفيد الزمان، أي مكان، وأي تفيد كمان الإيه؟ الحال. طيب قال لك أداة الشرط اللي احنا درسناها، أداة الشرط يلا معايا، اللي احنا قلنا ستة أربعة اتنين. عندي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط ستة أربعة اتنين. طيب أقول إن، ركز معايا، احنا قلنا أداة الشرط ستة بالدبل همزة، إن تذاكر ده فعل الشرط تنجح. أول حاجة فعل الشرط لو كان مضارع هيكون مجزوم، لو كان مضارع يا شباب هيكون إيه؟ مجزوم. وجواب الشرط لو كان مضارع هيكون مجزوم. طيب خليك بقى معايا علشان إحنا هنبدأ نتكلم مع بعض شوية. إن حرف شرط، تذاكر فعل مضارع مجزوم، مجزوم بإيه؟ أول حاجة أقول فعل الشرط، نركز مع بعض. تاني حاجة أقول أحدده ده مضارع. تالت حاجة هقول فعل الشرط مضارع مجزوم، يبقى أنا بقول فعل الشرط مضارع مجزوم، هنا مجزوم بإيه؟ هتقول لي والله مجزوم وعلامة جزمه السكون لأن آخره حرف صحيح. طب جواب الشرط نفس الفكرة، فعل جواب الشرط مضارع ماله مجزوم، مجزوم بإيه؟ هتقول لي بالسكون. طيب ده جميل قوي. أنا عايز بقى لو كان الفعل هنا ماضي، لو كان الفعل إيه؟ ماضي. إزاي؟ على أون لما أقول معاك من من زرع قصد، من زرع ايه يا شباب؟ خليك معايا كده، من زرع حصد. لا ده الفعل هنا ما جاش بصيغة الماضي. هعربه ازاي؟ اقول فعل الشرط ماضي، يعني اذا فعل الشرط ده يجي مضارع وقد يأتي ماضي. فعل الشرط ماضي مبني في محل جزم، حصد فعل جواب الشرط ماض في محل جزم. جميل قوي. طيب نفس المثال انا بفهمك ازاي لو كان بصيغه الماضي. طيب انا لو خليته مضارع، وركز معايا في النقطه اللي جايه دي مهمه قوي قوي جدا، علشان في درس جديد النهارده هنتعلم منه حاجه كويسه. هو ايه السؤال الجديد ده يا استاذي؟
إنما لو قلت لك من يزرع يحصد، أنت بتشوف علامة الجزم، إحنا قلنا مجزوم بالسكون أو حذف النون أو حذف الهاء، ده فعل الشرط مضارع مجزوم صح؟ وده جواب الشرط مضارع مجزوم. جملة جواب الشرط ده اهي، جملة ايه يا شباب؟ جواب الشرط ده اهي لو ما فيش فيها فاء، يعني ما فيش هنا فاء، هتقول لي لا محل لها من الاعراب، يعني ما لهاش موقع اعرابي. دي مهمة هندرسها بعد شوية. يبقى اذا انا عندي استفدت من ده ايه؟ استفدت ان فعل الشرط بيكون ماضي او مضارع، وانا شغلي كل النهارده على المضارع، وجواب الشرط بيكون ماضي او مضارع. نركز مع بعض. طبعا في حاله الجزم هيكون مجزوم بالسكون او حذف حرف العله او مجزوم بحذف النون. تمام كده يا شباب؟ نفس فكرة جواب الشرط. يلا بينا نطبق كده مع بعض ونبدأ نتعلم اللي احنا درسناه. تهون النفس عند صاحبها تكون عند غيره أهون. أول ما يجي لك السؤال ده هو، نركز كده بس في حتة كده، نقطة مهمة قوي، ولأنك حط أداة شرط، في حاجة كده عايزك أقولك. أول حاجة تعملها قبل ما تقرأ الجملة لازما الترتيب يا شباب يكون منطقي. يعني ايه الترتيب؟ انا برتب الجملة عندي، اول حاجة بشوف الترتيب بتاعها، تهون النفس ده السبب، وبعد كده دي النتيجة. ولا بيقول لي اه، هقول له خلاص يبقى كده الترتيب صح. تاني حاجة نشوف الفعل، ده كل ده قبل ما هون، احط دايرة على الفعل ده ودايرة على الفعل ده. تهون، لو شلت الواو والنون كده تح، مفيش حاجة اسمها ته، يعني كده قلت في حاجة اسمها ته، هقول لك لا، يبقى الواو والنون ديت من أصل الكلام، يعني من الفعل عندي، يبقى الفعل اسمه تهون، يعني النون دي معايا. في الحالة ديت هحذف، أشوف الحرف واللي قبله، أشوف الحرف الأخير واللي قبله يا شباب، أول حاجة أعملها أشوف الحرف الأخير والإيه؟ واللي قبله، أشوف الحرف الأخير واللي قبله ده. طيب تهون في واو ونون، أشيل الواو يبقى تهن، يبقى أنا كده هوصل لكلمة تهن. نفس ما عملت هنا عامل تكون هتبقى تكن. يبقى ده اول حاجه. تاني حاجه بقى، تالت حاجه دول مهمه قوي، اشوف الاداه اللي عندي، اداه الشرط المناسبه. فهو حدد لي جاب لي اداه شرط واحده اهو. فكده كده الف هحذفها، باء هحذفها، طبعا تهن تكن دي الصح عندي، ودال هاء ونكون هي الايه؟ المحذوفه، فعلى طول اختار جيم. طيب بين اسلوب الشرط، ده مهم جدا بقى يا شباب، السؤال ده مهم جدا 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 لاولادنا. احنا قلنا عدد الشرط 6 4 2، بس في ان وفي معاها حاجه اسمها الا، اللي هي ان زائد لا. انا ما انا خدت زيها قبل كده، في فرق بين الا والا، الفرق ألا دي أداة نصب اللي هي بيجي بعدها فعل مضارع منصوب، ودي بتيجي كتير جدا في الامتحانات يا شباب. وفي إلا اللي هي أداة جزم، ودي إلا بعدها فعل مضارع مجزوم، قد يكون جواب الإيه؟ الشرط، النتيجة، يقول لك افعل كذا وكذا وإلا تندم. فأنا عايزك تفهم دي كويس. طب متى تتقن عملك فتكسب؟ متى وقت؟ لا دي مش اداه شرط. اتق الله والا تهلك، اصلها ايه بقى والا تهلك دي؟ يقول لك والا تفعل تهلك، يعني هنا في اسلوب عندي اسمه اسلوب الشرط، يقول لك ايه؟ والا تفعل اهي تهلك. ولو كانت عندي دي النتيجه هتقول لي دي جمله جواب الشرط. تمام يا شباب؟ خلاص يبقى انا من يهمل، يعني الذي يهمل عمله نادم لا محاله، هنا مش شرطيه. ما يندم يعني ده بينفي، يبقى خلاص انت هتختار لي الاجابه رقم باء. متى تخشى ربك تفوز برضاه؟ انا عايزك بقى تضع لي المفرد المؤنث، ودي مهمه جدا. يقول لك حط ضع المفرد المؤنث، الكلمه
في حالة المفرد المؤنث. يعني والسؤال ده شباب كتير بيقع منه، ليه بيغلط في الطالب؟ لان اصلا احنا قلنا لو مفرد مؤنث يبقى تخش ديت هتبقى تخ شين ياء المخاطبه، وتفوزي ده تفو زين، برجع الفعل الاصل. طيب انا كده رجعت الفعل، هعمل ايه؟ هحط اداه شرط، هنزل بقى عندي اداه الايه الشرط. ايه اداه الشرط اللي عندي؟ هل يكون متى؟ يبقى تدخل اداه الشرط هعمل ايه؟ احسنتم، هبص على الحرف الاخير واللي قبل الاخير، لو قلت تخشى اهي يبقى اذا الياء والنون دي زياده، ده ضمير زائد اهو، وتفوزين ده ضمير زائد ايضا، يبقى انا عندي هلعب في مين؟ هحذف النون، يبقى اصلها تخشي وتفوزي، لان انا حذفت النون، حذفت ايه؟ النون، لان ده الايه المفرد الايه المؤنث، يبقى على طول الاجابه متى تخشى ربك تفوزي. الدرس بتاعنا بقى المهم اللي هو الجديد معانا اسمه اداه الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط مقترن بفعل. عايزك بس تعمل لي معادله كده بسيطه، انت استخدم الفعل، انت قلت لي اداه الشرط من يذاكر ينجح، خليك معايا، انت قلت لي من يذاكر ينجح صح؟ فده ده فعل مضارع على طول، وش اهو قدامك ده فعل مضارع وده مضارع اهو، شوف انا بكبر لك ازاي. قال له طب ده مضارع وده مضارع، انا احتجت هنا فاء مش محتاج فاء، طب امتى احتاج فاء؟ قال لك لما يكون عندك اداه شرط زائد فعل الشرط، ركز في اللي انا هعمله بقى، شوف المعادله الجميله دي، زائد فاء زائد نقط، يعني في حاجه فصلت بينها وبين الفعل المضارع، ممكن يكون مضارع او غير مضارع، يعني او غير، عايزك ده اهي اسمها معادله اقتران جواب الشرط بالفعل. يعني اقول من يذاكر ها فا هحط ينجح، فانا اهو لازم ان يكون حاجه، اهو لازم ان يكون في حاجه تفصل بين الفعل والفاء، هقول فسينجح. ليه قلنا فسينجح؟ لان ما كانش فعل مضارع على طول، يبقى المعادله بتاعتي دي مهمه جدا للطالب اللي عايز يفهم الدرس ده بسرعه. الدرس بيقول اداه شرط فعل الشرط الفاء في فاصل، هنا في حاجه هضيفها، يعني هنا في اضافه هي هضيفها، زائد فعل مضارع او غير فعل مضارع، يبقى دي المعادله بتاعه فعل الجواب الشرط المقترن بالفاء. تاني اداه زائد فعل الشرط، انا ماليش دعوه بيه خالص سواء بقى ماضي او مضارع، ما عنديش مشكله خالص معاه، انا ما بغيروش، بدخل الفاء يبقى في اضافه حاجه هبدا ازودها او هقولها او الفعل المضارع ده اتغير خالص بقى حاجه ثانيه، المهم ان في حاجه حصلت تغيير، يعني مش فعل مضارع على طول. طيب قول لي بقى يا استاذ انت عايز تقول ايه؟ قال لك جمله الفاء الجواب الشرط اللي فيها فاء هتكون ايه؟ اما اسميه او طلبيه او فعل جامد. طب يعني اسميه؟ انا عندي برضو اداه شرط من يذاكر، فلا من يذاكر جمله اسميه، ما انت الاسميه دي انت جايب لي كده ثلاث اشكال للجمله الاسميه، قال لك مبتدا وخبر، فهو ناجح. تعال نطبق المعادله، المعادله قلت لك في عندي الفاء وعندي ما تطلعش عندي فعل مضارع، ده حاجه غير المضارع، غير المضارع اهوت، انا هبسطها لك خالص عشان تبقى انت فاهم، بس انا عندي في فاء يعني ما دخلش على الفعل المضارع، ففعل الشرط ثابت زي ما هو ما اتغيرش، التركيب ده اللي اتغير، قال لك فهو ناجح عشان دي جمله اسميه. طيب فاينما تولوا فثم وجه الله، يقول لك ايه بقى؟ فثم جمله جواب الشرط اهي، فثم وجه الله. طب اينما تولوا فثم وجه الله، ده الاسلوب الشرط اداه الشرط وفعل الشرط. ايه فثم دي؟ قال لك في عندي فرق ما بين ثم وثم، ثم
بمعنى هنا. يعني اذا لو جت بمعنى هنا انت بتقولي ده ظرف، صح؟ انا بقول لك ده ظرف، فده ظرف يعني شبه جمله، ودي وجهه تكون مبتدا. يعني هنا شبه جمله ومبتدا هتعمل لي جمله اسميه، يبقى التركيب برضو عند جمله اسميه سواء في تقديم وتاخير، وثم ثم يبقى ده ظرف، يبقى خلاص يبقى الخبر، يبقى جملة جواب الشرط هنا ايه؟ جملة اسمية اقترن بفعل ايه؟ عشان دي جملة اسمية، تمام. طيب ما انت بتقول لن فعل الجنس، ايه موضوع لن فعل الجنس دي؟ انت بتقولي في لن فعل الجنس، انا ما درستش لن فعل الجنس. هقول لك ببساطة، لا زائد على طول، على طول ما فيش مشكلة خالص، اسم نكرة. لو لقيت لا واسم نكره هتقول لي لن فعل الجنس. طب لن فعل الجنس ديت انا بعرفها زي الجمله الاسميه، قال لك لان لن فعل الجنس تعمل عمل ان بتساوي ان. طب بتساوي ان؟ ايوه فعلا بتساوي ان. طيب لو هي بتساوي ان خلاص، طب معنى كده انت اكنك بتقول لي ان كمان من يذاكر فان النجاح سهل. الا هو ان دي جمله اسميه؟ طبعا، لان في الاصل ان او كان بتدخل على الجمله الاسميه، فاحنا بنسميها جمله اسميه منسوخه، بس هي اسمها جمله ايه؟ اسميه. يبقى انا كده عرفت ان جمله الفاء بتدخل على ايه؟ الفاء الجزاء بتدخل على الجمله الاسميه. طب جمله طلبيه خدناها قبل كده، امر نهي استفهام تمني رجاء، من يذاكر فالزم الاجتهاد، الزم. طيب في لعبه كده، واهم حاجه احنا قلنا النحو بيعتمد على الفهم القرائي، من يذاكر فلا تهمل. طيب لو جه فعل الجامد اللي هي عسى ونعمه، يعني من يذاكر اهي، من يذاكر فنعم الطالب. يبقى اذا نعم وبئس وعسى ليه دخلت على الفاء؟ قال لك لان الفاء دخلت على فعل جامد، دي افعال جامده يعني ما طلعش فعل مضارع. طب لو كان فعل مضارع وقال لك احسب بقى، انت لازم تغير التركيب خالص. هنستخدم دلوقتي اسئله ذكاء. طيب قال لك بقى كمان ايه؟ قال لك اقتران، اقتران جواب الشرط بالفاء اللي هي فاء الجزاء، لو قلنا مع الفاء كمان بعدها، هنا بقى بعدها لن ما سين سوف قد. يعني اذا انا عندي كده في الفاء بيجي بعدها اسميه طلبيه وفعل جامد جمله او حرف من حروف، يبقى ده جمله، ده تركيب جمله، ده تركيب ايه يا شباب؟ جمله. هنا بيجي مع الفاء هنا جمله، ويجي مع الفاء هنا حرف، بعدها حرف، حرف اللن أداة نصب، ما نفي سين وسوف وقد. يبقى اقتران جواب الشرط بالفاء ممكن أعملها الفاء زائد جملة سواء اسمية طلبية جامد، أو الفاء يجي بعدها حرف لن وما وسين وسوف، أكتبها بشكل أفضل. يعني اقتران جواب الشرط بالفاء، أدى الفاء أهو، هيكون إما يكون بعدها جملة أو يكون بعدها حرف. الجملة هتكون جملة اسمية طلبية فعل جامد
ده بتبدأ بفعل جامد، أو يكون قبلها حرف أهو، لن ما قد سين سوف. كده تقدر تخلص وتفادي اسمها فاء. يا شباب فاء الجزاء، ولو شفت الفاء الجزاء ده على طول هتقول بيساوي، هتقول بيساوي جملة في محل كسب. الدرس كله يخلص بالطريقة دي اهو، معادلة اكثر من رائعة، تقدر تحفظ بها الدرس، تقدر تطبق على اي حاجة. جملة جواب الشرط المقترن بالفاء، وتقدر تطبق زي ما انت عايز عزيز الطالب، وتبدأ تحل كل الاسئلة اللي ممكن تخطر على بالك. طيب نفهمها مع بعض، اهم حاجة نطبق انطورة محبة الناس. هنا بقى انا عايزك انت اللي تقرا. يقول لك ايه انطوره محبه الناس؟ انطوره محبه الناس ايه بقى؟ السؤال ده مهم جدا. فلين معهم تنل حبهم. الله، ده في فاء. الاول، اول ما يجي لك سؤال زي ده تعمل ايه؟ واحد حدد جواب الشرط. حدد يا شباب جواب الشرط، يبقى حدد اركان اداة شرط فعل شرط. فين الجواب اللي هو النتيجة؟ فلن معهم. فعندك اتنين، افهم. لازم تفهم دي تتنطق فلن ولا فلن. قال لك لا، فلن. ليه فلن؟ لان الفعل منه لانا. يقول لك فلم من فعل لام. انت لو عندك في النص حرف علة بتحذفه، هتقول لي فلن. اللن دي فعل ايه؟ امر. فلن معهم. طيب هنا بيقول لك ده فعل امر، يعني دي اسمه فعل امر. والفعل امر بيعمل لي، هتقول لي جملة طلبية، يبقى الاجابة عندي كلمة. نقول مثال كده، متى تسافر فخذ سيارتك بهدوء. اهو عندي المثال، يقول لك متى تسافر فخذ سيارتك. هنا قال لي فخذ ولم يقل، ما قالش يا شباب، ما قالش فقد، اسمها فقد. يعني قد دي فعل ايه؟ فعل ده امر، يعني برضه جملة ايه؟ طلبية. ايضا لو جالي في الامتحان، لو جالي في الامتحان قال لي متى مثلا تقوم بعمل كبير فسوف اعمالك. فكلمة فسوف اعمالك مش فسوف. فسوف هنا بمعنى ايه؟ فسوف اعمالك، يعني معناها نسق اعمالك وظبطها كده، يبقى ده جملة طلبية، ده امر. يبقى اذا عزيز الطالب اول ما يجي لي اسلوب الشرط احدد فعل الشرط وجواب الشرط. طيب بسرعة كده معايا، قال لي ايه؟ قال لي من اعتصم. يبقى أول حاجة أحدد الأركان، أحدد الأركان، الأركان بتاعتي. أول حاجة فين أداة الشرط؟ من الأركان. طيب يعني أداة الشرط فعل الشرط جواب الشرط، أداة فعل جواب. من اعتصم بحبل الله؟ احنا قلنا بفعل الشرط ممكن يكون ماضي عادي، مفيش عندي مشكلة خالص، ما تتعب ما تقلقش، في محل جزم، خلصت. فاستمسك به. ضحك عليا بقى، عايز ايه يخدعك؟ عايز ايه يخدعك؟ يعني ايه يخدعك؟ قام رايح جايب لك فاستمسك، والطالب اول ما يقول لك ده الفئه يعني ده الجواب. لا، عايزك تكون ذكي. الجواب لازم يكون النتيجه. هل ده النتيجه؟ يعني فاستمسك ده النتيجه؟ تقول لي لا، ده مش النتيجه. لا خلاص، امال ده ايه؟ ده عطف.
زي مثال لما اجي اقول لك قول لي ايه من يذاكر من يذاكر ويجتهد هلا ده في واحد بيذاكر وبيجتهد يعني بيعمل حاجتين في بعض فالنجاح سهل يبقى فالنجاح ده هي كملة الجواب دي النتيجة دي يا شباب دي النتيجة أمال دي إيه؟ أمال ده جملة عطف ملهاش أي لازمة وعشان كده جابلك بالفاء عايز يخدعك أنت ما تنخدعش إحنا هنا بنعلمك مهارات تفكير إزاي تقدر تفكر في كل سؤال يبقى أنا حول حاجة حددت الأركان فين فعل الشرط أو أداة الشرط هتقول لي من فعل الشرط اعتصم فين جواب الشرط فلا شيء هو ده الجواب مفيش حاجة هتحصل له طيب لا زائد اسم نكرة لو انت فاكر كده يلا معايا دي معادلة هتقولي دي بتساوي ان وان دي هتقولي يعني جملة اسمية يبقى الإجابة على طول جملة اسمية تمام تمام طيب من يعصي ربه يلقى أثاما من يعصي من أداة شرط الأركان يعصي ده الفعل يلقى لا ده كده الجملة صحيحة جدا قالك عايزك تخلالي فيها اقتران جواب الشرط هروح على طول على المعادلة قبل ما تبص للاختيارات عامل المعادلة بص معايا بقى المعادلة بتقول ايه أداة شرط ده فعل مضارع او ماضي مش فارق معايا اللي هو فعل الشرط زائد الفاء زائد حاجة كده اهو في هنا هنقول اضافة اسمها ايه اضافة هنا واضافة لازم نقول هنا في اضافة هحط حاجة هضيف حاجة زائد لو عندي الفعل مضارع هحط الفعل بقى المضارع طيب نطبق فيلقى الفاء ما دخلتش على الفعل المضارع دخلت على الفعل المضارع على طول ما فيش في فصل فيلقى نفس الفكره مع انه مجزوم فس ده في هنا فاصل هنا الفاصل اهو السين ده اهو جميل ولو هو بعده السين يا شباب برضو عايزك تكتب كده الفاء زائد يلا معايا اهو لن يبقى فعل مضارع منصوب الفاء زائد قد مضارع مرفوع لو بعده مرفوع سين سوف مضارع مرفوع دي برضو طبقها ونفذها يبقى الفاء لو بعدها حاجه من دي يبقى مضارع لن يبقى مضارع منصوب عادي بقول فعل مضارع منصوب عادي قد يكتبه سين وسوف سوف كذا طب لو في سين هتقولي لا ده هيبقى في مضارع هنا ايه مرفوع عندي مفيش مشكله يبقى انا هختار الاجابه رقم ج يبقى انت عامل المعادله المعادله بتاعتك بتقول لك ده هي كلها المعادلة ده هي مهمة جدا يا شباب بتقول ايه المعادلة بتقول لي اهي اداة شرط زائد اداة شرط زائد فعل مضارع ثابت زائد الفاء زائد اهم حاجة عندي الاضافة ده هي المهمة جدا ده هي الشرط زائد الفعل المضارع طب لو حطيت سين وسوف اهي حطيت سين وسوف يبقى فعل مضارع ايه مرفوع تمام كده تمام استثمر وقتك في شبابك وإلا فلم ولا فلم أقول لك هنا إلا أنت قلت لي إلا دي شرطية يبقى أول حاجة ما تجيلك فلم فلم انتظر لم ده شرطية هيكون بعدها جملة جواب الشرط طيب جملة يعني ده أسلوب شرط طيب هي هنا فلم ولا فلم هتقول لا ده فلم لان بعدها حتى كمان اسم وده له فعل امر يبقى اللي بعدها ده مفعول به يبقى انا ما انخدعش ما اقولش فلم لان لو قلت لم هيكون بعدها مضارع مجزوم لو قلت لم لكن دي اسمها لم خليك معايا يبقى على طول هتقول لي فلم نفسك دي جمله جواب شرط ايه جازم ودي الاجابه بتاعتي انت اجتهد في النجاح حليفك انت اجتهد هنا بقى السؤال ده يعني رائع
وده خادع جدا للولاد. في بعض الطلبه بتنخدع بهذه الاسئله للاسف. لو قال لك احذف لي الفاء، احنا قلنا المعادله، هكتب المعادله والله لازم اكتبها تاني. لو عندي اداه شرط، اداه شرط زائد فعل مضارع، وده فعل الشرط، وده فعل الشرط، وده فعل مضارع، وده جواب الشرط، فانت تقولي ده مجزوم مجزوم، صح؟ صح؟ فاكر المعادلة في الأول اللي احنا قلناها؟ طيب لو انا عندي الفاء، فانا بقول في فاء وفي مسافة وفي حاجة بتتحط هنا معانا، قلنا جملة اسمية او طلبية وكده. طب انا لو حسبت الفاء، انا هحسب الفاء، هحسب كل اللي وراه، هحسب كل التركيب ده. طيب يبقى انا هرجع لمين؟ للتركيب الاولاني اللي هو اداة شرط، فعل مضارع، فعل مضارع. طيب فين بقى لو انا حسبت الفاء؟ يبقى انا كده اهو مثلا بقول الاجابه هتكون فعل مضارع مجزوم، وجواب الشرط هيكون مجزوم، بس هنا حطيت يكون. اصلها يكون، طب ليه جبت يكون ديت؟ لان عندي هنا جمله اسميه، والجمله الاسميه مبتدا وخبر، ما ينفعش ان انا انزل بالمبتدا والخبر يا شباب، يعني ما ينفعش انت التكتات النجاح حليفه، ما ينفعش. فلازم انا احط لي فعل، والفعل عندي هيكون من كان واخواتها، اللي هي كان الايه؟ كان الناقصه. ولو انت حتى ما قدرتش من الاختيار البدائل، اولا انت هتلغي كله. ليه هتلغي كله؟ لان كل التركيب دي خطا، التركيب الوحيد اللي صح هتكون الاجابه رقم د. لازم تحط لي او اداه شرط، شرط اداه شرط، لازم تحط لي فعل وفعل. طيب ليه ما اخترتش رقم واحد؟ لان دي جمله اسميه خلاص اتلغت. سيكون، في سيكون، فده في سيكون في سين، في سين وهنا مرفوعه، ما ينفعش، لازم تحط لي فاء، فسوف برضو لازم تحتاج لفاء، فالاجابه الصح هتكون الاجابه رقم د. ليه يا حبيب قلبي؟ لان هنا احنا عندنا التركيب كده سليم 100%. طيب احنا قلنا اداه شرط، فعل الشرط، جواب الشرط مع اسلوب الشرط، وقلنا ده بتجزم فعل واحد له حرف اربعه، وقلنا دي سته اربعه اتنين. في بقى جواب الطلب، دي حاجه لوحدها. يعني ايه بقى جواب الطلب؟ جواب الطلب قال لك اللي انا بعمل طلب، سواء الطلب بالنهي او بالامر، طلب لازم ان يكون شيء محمود بعده شيء محمود، او شيء سلبي برضه ده طلب. طب لو كان شيء محمود هقول لك على طول تقول لي فعل مضارع مجزوم، بس هنا الجزم جوازا. جزم جوازا، ايه الحكايه دي؟ قال لك في اسلوب الشرط، نرجع بقى كده نشوف مع بعض، قال لك في اسلوب الشرط هنا الجزم وجوبا، لان فعل الشرط جواب الشرط لازم يكون مجزوم، لكن في جواب الطلب الجزم جوازا. يعني ممكن تجزم وممكن لا، يعني ممكن تقول لي فعل مضارع ده مجزوم او مرفوع. طيب فهمني اكتر، ذاكر ده امر، تنجح، تنجح ده فعل مضارع، ده النتيجة لازم أن يكون النتيجة، يبقى ذاكر تنجح، يبقى ذاكر ده الطلب ونوع أمر، تنجح ده فعل مضارع مجزوم بالسكون، ترقى مجزوم بحذف حرف الهاء لتتفوقه، حذف النون. طيب علامة الجزم هنا في جواب الطلب، احنا قلنا سكون والإعراب بتاعه. أول حاجة عشان يكون طلبي لازم يكون في ترتيب، اتنين لازم يكون نتيجة. طيب لا تهمل برضو نهي، وبرضو بعد كده النتيجة، يبقى إذا المعادلة بتاعتك بتقول لك طلب، يعني طلب أمر نه زائد مضارع، هيكون لو كان شيء محمود، يعني المضارع ده محمود يعني حاجة كويسة، هتقول لي مجزوم، الجزم أولى، الجزم أولى، أو مرفوع عادي جدا مفيش عندي مشكلة، يعني مجزوم او مرفوع. طب لو كان بقى انت عملت المعادله دي خلاص، عرفت المعادله الاولانيه دي، طب كمان، طب لو كان قال لك ان المضارع ده اهو
شيء غير محمود يعني مذموم. أمر غير محمود هتقول لا ده غير مجزوم. ليه؟ لأنه مذموم شيء مذموم. يعني بقولك لا تقصر في عملك تجني شر الأثم. يعني أنت لو عملت يعني لو أنت قصرت في عملك تجني، ده حاجة محبوبة ولا حاجة مذمومة؟ يعني حاجة مرغوب فيها ولا غير مرغوب؟ تقول لا غير مرغوب. فلو كان غير مرغوب هتقول لا ده فعل مضارع مرفوع مش مجزوم. يبقى المعادلة التانية هتقول لي في طلب زائد مضارع، بس المضارع ده غير مرغوب فيه، شيء غير مرغوب فيه، هتقول لي المضارع ده هيكون مرفوع. تحفظ المعادلات دي تقدر تحقق الدرجة النهائية في الامتحان. احنا مش بنعتمد على الحفظ، احنا بنعتمد على الفهم، لكن بدايتك لازم أن تكون حافظ القاعدة وتبدأ تقرب عليها بأسئلة وأنماط مختلفة. اديني مثال. ودايما انت ملاحظ عز الطالب ان انا بجيب لك أسئلة امتحان كل سؤال بنمط مختلف بفكرة مختلفة. احنا بنعتمد على الكيف ولا نعتمد على الكم. متعلمون لو قال لي حط الاداة شرط وابدا قال لي متعلمون، قال لك ايه متعلمون، وقال لك حط اداة شرط بدا باسم، بدا بايه يا شباب؟ اداة الشرط دي بدات باسم. ما دام بدا باسم، بصوا بقى معايا، ما دام بدا باسم على طول هتفكر في مين؟ هتفكر في اي، على طول مفيش فيها تفكير. يعني لو شفت حاجه غير اي احذف. طيب متعلمون يبتغون دي واو والنون اهي في الاخر، هتعمل انت ايه؟ هتقوم انت جاي عند الواو والنون يبتغي. ده الفعل ده في واو ونون زياده، يبقى انا هتعامل مع النون هحذف النون. لي يسعو، لي اللام مكسوره، لي يسعو، يبقى ده امر. ولو كان امر هتروح على طول على مين؟ على الجملة الطلبية فليسعوا، يبقى لازم نحط الفاء الجزاء. خلاص يبقى ده سهلة جدا. أي متعلمين يبتغوا النجاح، ليه قلت فليسعوا؟ لأن أنا عندي كده فاء الجزاء. طيب أنت تعامل مع الناس يحترموك، عامل الناس باللي يحترموك. إيه الفرق بين يحترموك ديت ويحترموك دي؟ أول حاجة ده أسلوب شرط وده جواب الشرط، يبقى ده مجزوم. مجزوم. طب عامل ده امر وده جواب الطلب. طيب يبقى ده مجزوم. ليه؟ لانه شيء مرغوب وده جواب طلب مرغوب، شيء مرغوب عم يحترموك. او مرفوع ممكن اقول يحترمونك، بس هو اختار مجزوم والجزم اولى. طيب هنا حكمه، حكم الجزم لو كان في اسلوب الشرط يبقى الجزم هنا اديله ستار كده نجمه يعني واجب. واحنا قلنا ممكن في جواب الطلب ممكن اقول يحترموك ويحترمونك، يبقى انا هديله صح واحده بس يبقى ده جائز. لكن في جواب الطلب بياخد نجمه يعني لازم ياخد نجمه كده، علامه نجمه. نجمه يعني ايه نجمه؟ لازم يكون مجزوم، شرط اساسي لازم يكون مجزوم، لازم يكون مجزوم. خلاص فهتقول الإجابة واجب وإيه وجائز. لا تؤذي جيرانك تفقد ودهم. طيب حدد إعراب ما تحت وتخط. طبعا إحنا قلنا الفعل هنا القصد والفعل الإيه؟ الفعل المضارع. عندي الفعل المضارع. لا تؤذي دي أسلوب نهي. أسلوب إيه يا شباب؟ نهي. وده أسلوب نهي ودي جواب النهي يعني جواب الطلب. فأسلوب النهي وجواب الطلب هتقول لي ده فعل مضارع الأول مجزوم والتاني مرفوع، بس ليه؟ لأن الشيء غير مرغوب. ليه غير مرغوب؟ لأنه مذموم، هتفقد الود. خلاص يبقى ده الشيء غير مرغوب فيه، هتقول لي على طول ده فعل مضارع مرفوع. يبقى أنا أول حاجة مع أسلوب الطلب جواب الطلب أشوف الأول هل هو محبوب ولا مذموم. مش محبوب مش مرغوب فيه، مرغوب ولا مذموم يا شباب؟ هتقولي لا ده مذموم، يبقى على طول دي الإجابة. وبالوالدين إحسانا فيرضى عنكم الله. طبعا بسرعة كده فعل مضارع منصوب، لأن احنا خدناه فعل إيه؟ أداة النصب. وبالوالدين ده فعل نائب عن الفعل الإيه؟
الأمر. أحسن إلى الناس، أحسن ده فعل أمر، أحسن ده أمر. تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. طبعا لو قال لك الفعل ده هتقول لي ده فعل مبني على السكون لأنه أمر، والتاني هيكون مجزوم بالإيه؟ بالسكون، ما فيش عندي مشكلة خالص، لأن ده جواب الطلب، وهنا فعل مضارع إيه؟ فعل مضارع مجزوم. إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، اتكلمنا فيها مع بعض عن جزم الفعل المضارع، قلنا بأداة واحدة، وجزم الفعل المضارع بأسلوب الشرط، وجزم الفعل المضارع بجواب الطلب، واتكلمنا مع بعض بأسئلة وأنماط مختلفة. أدعو الله لكم التوفيق، ونكون قد وفقنا النهاردة يا شباب مع بعض إن احنا نقدر نوصل المعلومة والقاعدة ونقدر نفهمها بشكل كبير على كل أبنائي وبناتي، اللي هم طبعا يسمع الشرح مرة تانية على اليوتيوب، وبعد كده يدخل على بنك الأسئلة الموقع الوزارة ويبدأ يطبق أسئلة كتير، ويبدأ يتعلم أنماط مختلفة كتير من الأسئلة. والنهاردة إن شاء الله الحمد لله وفقنا إن احنا نجمع لكم أكبر كمية من الأسئلة وفقا لنواتج التعلم ومعايير التقويم الجديدة، ودرنا إن شاء الله مع بعض إن احنا نقدر نصل لأعلى الإيه الدرجات. إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، كان معكم عبد الغني محمد معلم أول اللغة العربية، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وننتظركم على منصتكم المفضلة، منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم، مع تمنيات الإدارة العامة للمحتوى التعليمي لكم بالنجاح والتفوق، ولكم منا ألف تحية وسلام.